الوزراء ووزارة المالية والحكومة المحلية للنظر للمطالبة والحقوق المغيبة لموظفي ديوان محافظة ذي قار، علما أن سلم الرواتب في ديوان المحافظة من أبخس رواتب موظفي الدولة. أملنا بالله والشرفاء أن يجد بياننا هذا صدى في تحقيق مطالب موظفي ديوان المحافظة، ونطالب بالدرجة الأولى السيد المحافظ التي يعتبر أبا للموظفين جميعا بالإسراع وإقرار وصنع القرار السياسي الشجاع لإنقاذ هذه الشريحة التي تقدم الخدمات على مدار اليوم لشؤون المواطنين وصياغة المشاريع وكل ما تحتاجه هذه المحافظة الجريحة، وعلى مدار 3 سنوات من المطالبة وسياسة التهميش، وخصوصا نطالب بالمحاسبة لمدير التخطيط الذي أخذ كتاب نقل الأموال الحسابية لوزارة المالية من يوم 8/2022 إلى يوم 13/11/2022. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالب موظفي ديوان محافظة ذي قار 23/11/2022. والاعتصام مفتوح، الاعتصام يبقى مفتوح ما طول كلام الجميع.